السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 او الصف الرابع لابتدائي ترم 1 الترم الاول. النهاردة بنكمل مع بعض شرح يونت 2 ديزرت انيمالز desert animals او حيوانات الصحراء، وزي ما احنا عارفين هنحل امتحان في اخر يونت 2 مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا lesson 3 او الدرس الثالث، وهو بيكلمنا عن الكامل او حيوان الجمل. طبعا هو حيوان رائع بمعنى الكلمة، ربنا حاطط فيه صفات كتيرة قوي كلها معجزات هنتعرف عليها دلوقتي. أول حاجة بيقول لنا What do you know about camels? What do you know about camels? ما الذي تعرفه عن الجمال؟ Discuss with your partner. Discuss with your partner يعني ناقش الكلام ده مع شريكك، مع زميلك في الكلاس روم. طبعا بيقول لنا هنا Read about camels and check your answers. Read about camels and check your answers. اقرأ عن الجمال وافحص الإجابات بتاعتك. What is surprising about camels? ما هو المدهش بخصوص الجمال؟ Surprising يعني مدهش. إيه المدهش في الجمال؟ فبيقول لك هنا camels are amazing. Amazing يعني مدهش. الجمال هي حيوانات مدهشة. They are beautiful. They are beautiful. هي جميلة. Strong وقوية animals حيوانات. They are beautiful strong animals. هي حيوانات قوية وجميلة. They help us to carry things. هي بتساعدنا ان احنا نحمل الاشياء and people والاشخاص او الناس يعني across the desert. Across the desert عبر الصحراء. Their milk اللبن بتاع الجمال is delicious طعمه لذيذ. We can use their fur احنا ممكن نستخدم الصوف بتاعها to make socks. To make socks علشان نصنع شرابات. يبقى مرة تانية camels are amazing. They are beautiful strong animals. They help us to carry things and people across the desert. Their milk is delicious. We can use their fur to make socks. بيقول لنا كمان They are very intelligent. Intelligent يعني ذكي. هي ذكية جدا. And can understand lots of words. And can understand lots of words. وممكن تفهم الكثير من الكلمات. Camels الجمال are perfect for the desert. هي مثالية للصحراء. Here is why. Here is why. ها هي الأسباب. هيقول لنا بقى الأسباب هي ليه مثالية للصحراء. فبيورينا أول حاجة الأقدام بتاعة الكاملز. بيقولك they have large flat feet. large flat feet يعني أقدام كبيرة large وflat مسطحة، يبقى رجليها كبيرة ومسطحة. so they can walk on the sand. so they can walk on the sand علشان كده تقدر تمشي على الرمال. healthy camels الجمال الصحية اللي عندها صحة كويسة don't need to drink water often. don't need to drink water often ما بتحتاجش ان هي تشرب المية عادة، بتخزن مية كتير فما بتشربش مية طول الوقت. healthy camels don't need to drink water often. بيقول لنا كمان they have special ways. هي ليها طرق خاصة to close their noses علشان تقفل الأنوف بتاعتها and eyes والعيون بتاعتها to stop the sand عشان توقف الرمال from coming in ان هي تدخل جواها. they have special ways to close their noses and eyes to stop the sand from coming in but be careful لكن خليك حذر كن حذر camels are very noisy. الجمال بتعمل صوت كتير بتعمل ضوضاء كبيرة and they can get angry وممكن كمان تغضب. طبعا دي some information about camels او بعض المعلومات عن الجمال وقد ايه هي amazing او هي مدهشة وقد ايه هي مثالية او perfect for the desert
مثالية أو ممتازة للصحراء. هنا بيقول لنا read the fact file and identify، اقرأ ملف الحقائق وتعرف. the differences between horses and camels، الفروق بين الجمال والأحصنة. فبيقول لنا هنا الانفورميشن بتاعت كل animal، الانفورميشن وهنا الانيمالز. الانفورميشن أو المعلومات، how tall is it، how tall is it، كم طولها. فبالنسبة للهورس الطول بتاعه from 1.4 ل 1.8 متر، يعني طوله من متر و4 من عشرة لمتر و8 من عشرة. أما بالنسبة للكامل from 1.8 to 2 meters، من 1.8 من عشرة ل2 متر. يبقى الكامل taller than horse، الجمل أطول من الهورس. How heavy is it؟ How heavy is it؟ كم وزنها؟ فهنا بيقول لنا الهورس 380 to 550 كيلوغرام، من 380 ل 550 كيلوغرام. بالنسبة للكامل from 400 to 650 كيلوغرام، من 400 ل 650 كيلوغرام. يبقى الكامل is heavier than horse، هو أتقل في الوزن من الهورس. How fast is it؟ How fast is it؟ كم هي سريعة؟ فبيقول لنا هنا بالنسبة للهورس 88 كيلومتر بير اور، 88 كيلومتر بير اور أو 88 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للكامل 65 كيلومتر بير اور أو 65 كيلومتر في الساعة. يبقى الهورس is faster than camel، الهورس أسرع من الجمل. How long does it live؟ How long does it live؟ بتعيش قد إيه؟ كلنا هنا بالنسبة للهورس from 25 to 30 years، from 25 to 30 years، من 25 ل30 سنة. أما بالنسبة للكامل فهي 40 years أو 40 سنة. بيقول لنا كمان horses have large beautiful eyes، بالنسبة للأحصنة عندها large beautiful eyes، عيون كبيرة وجميلة. horses have strong teeth، الهورسز عندهم أسنان قوية. they like to eat grass، هم بيحبوا يأكلوا العشب والحشائش. and drink fresh water، ويشربوا المياه العذبة. عندنا النهاردة كمان في الدرس ده معلومات مهمة جدا في الجرامر، ومعلومات وجزء مهم جدا هو اسمه الكومباريتيف أو صيغة المقارنة. إزاي نقارن بين حاجتين أو بين شخصين أو بين حاجتين من الحاجات بحاجة اسمها الكومباريتيف adjectives أو صفات المقارنة. فبيقول لنا هنا باختصار بنجيب الأدجكتيف أو الصفة اللي احنا عايزين نقارن بينها ونحط لها ER زي ما قلنا، وبنقول في الآخر than أو من، يعني taller than أطول من، slower than أبطأ من، faster than أسرع من، وهكذا. يبقى بنحط الصفة ونحط لها ER وبعدين نقول than. ده شكل من أشكال صفة المقارنة. طيب زي إيه مثلا examples؟ زي small بتبقى smaller، وزي young بتبقى younger، young يعني صغير، younger أصغر في السن. طب بالنسبة للصفات اللي بتنتهي بحرف ساكن، حرف عادي من الحروف العادية اللي احنا عارفينها، وقبل منه حرف من حروف الفاولز أو الحروف المتحركة زي ما عارفين كلنا، اللي هي الـ A والـ I والـ E والـ O والـ U، الخمس حروف اللي احنا عارفينهم. لو في قبل الحرف الأخير ده حرف من حروف الفاولز والحرف الأخير هو حرف ساكن، قبل ما نحط ER بنضاعف الحرف الأخير، زي كلمة big، big كبير، قبل الجي اللي هي حرف consonant أو حرف ساكن، حرف الآي اللي هو حرف متحرك أو حرف من حروف الفاولز، فبنضاعف الجي ونخليها bigger زي ما احنا شايفين قدامنا. وزي كلمة hot، hot يعني ساخن، الأو هنا من حروف الفاولز، أما التي فهي حرف consonant أو حرف ساكن عادي، فبنيجي نقول hotter أو أسخن، بنضاعف التي ونقول hotter، hotter يعني أسخن، hotter than أسخن من. تالت حاجة عندنا لو الأدجكتيف أو الصفة بتنتهي بحرف الواي، حرف الواي في آخر الصفة
بنشيله لما نيجي نعمل comparative adjective أو نخليها صفة مقارنة ونحط بدلها IER زي صفة happy. happy أو سعيد. لما نيجي نقول إن هو أسعد من أو happier than بنشيل الواي ونحط IER فبتبقى happier than زي ما احنا شايفين قدامنا. وزي كلمة noisy. noisy يعني ضوضائي، بيعمل دوشة. لما نخليها ضوضائي أكتر من بنقول noisier than. noisier than ضوضائي أو بيعمل دوشة أكتر من شخص تاني. وزي كلمة heavy. heavy يعني ثقيل. لما نقول heavier than أثقل من شلنا الواي وحطينا IER. الصفات المنتهية بحرف الإي ما بنحطلهاش ER، بنحطلها R بس. زي كلمة nice أو لطيف، لما نيجي نقول إن هو ألطف من بنقول nicer، ضفنالها R بس. فدي الأربع حالات عندنا في الـ comparative adjectives أو صفات المقارنة. في الحالة العادية بنحط ER لأي صفة وتبقى مصفة مقارنة، زي ما قلنا small تبقى smaller، fast بتبقى faster، young بتبقى younger. لما بيكون عندنا الحرف بينتهي بحرف ساكن أو consonant وقبل منه حرف من حروف الفاولز أو الحروف المتحركة اللي احنا عارفينها كلنا، بنضاعف الحرف الأخير وبنخليه وبعدين بنضيف ER عادي، زي big كبير بتبقى bigger أكبر، ضعفنا الجي. وزي hot ساخن بتبقى hotter أسخن. أما لما يكون عندنا الـ adjective أو الصفة بتنتهي بحرف الـ y بنشيل الـ y ونحط IER علشان نخليها comparative adjective أو صفة مقارنة، زي happy بتبقى happier، وزي noisy بتبقى noiser، وزي heavy بتبقى heavier. آخر حاجة لو عندنا الـ adjective بتنتهي بحرف الـ e بنحط R بس ما نحطش ER، زي nice بتبقى nicer زي ما قلنا من شوي. طيب في عندنا نوع تاني من الصفات هي long، هي طويلة. الصفات دي صفات طويلة، نطق بتاعها طويل ما نقدرش نحط لها ER، والصفة بتتكون من two syllables أو أكتر، من مقطعين صوتيين أو أكتر. هنعمل فيها ايه؟ دي مش هينفع نحط لها ER. بنحط قبل منها more ونحط الadjective زي ما هي وبعدين بنقول than. زي ايه الصفات دي مثلا؟ زي dangerous. dangerous يعني خطر. ما ينفعش اقول dangerous هنحط لها ER مش هنعرف ننطقها، فبنقول more dangerous than. more dangerous than يعني اكثر خطورة من. وزي useful. useful يعني مفيد. لما نيجي نخليها comparative adjective او صفة مقارنة بنقول more useful than. more useful than يعني اكثر فائدة من. طبعا هنحل التمارين على الجزء ده في اخر اليونت زي ما قلنا، بس المهم ان احنا نحفظ الجزء ده، مهم جدا بالنسبة لنا. يبقى احنا عرفنا خمس حالات من حالات الcomparative adjectives او صفات المقارنة. اول حاجة بالنسبة للshort adjectives او الصفات القصيرة اللي احنا بنعرف ننطقها ونحط لها ER بشكل عادي، بيبقى عندنا اول حالة الصفة لو هي بشكل عادي خالص بنحط لها ER وبتبقى comparative adjective. لو عندنا الadjective دي بتنتهي بحرف من حروف الconsonant وقبل منه حرف vowel بنضاعف الحرف الأخير ونحط ER. لو عندنا الصفة بتنتهي بحرف الY بنشيل حرف الY ونحط IER. لو عندنا الصفة بتنتهي بحرف الE بنحط R بس منحطش ER، بنحط R بس. أما لو عندنا الadjective دي long adjective أو صفة طويلة في النطق بتتكون من two syllables أو أكتر، بنحط more وبعدين بنحط الadjective زي ما هي وبعدين بنقول than أو من، وبتبقى كده comparative adjective أو صفة مقارنة زي ما اتفقنا كلنا. هنا بيقول لنا how to make a sentence using comparative، إزاي تعمل جملة مستخدما صيغة المقارنة. أول حاجة بنجيب في الأول الجملة الناون. الناون اللي هو الاسم، ممكن يكون اسم حيوان، اسم إنسان، plus الverb اللي هو verb to be مثلا، plus short adjective أو صفة المقارنة القصيرة مضاف لها ER، plus than أو من يعني، plus الناون التاني اللي احنا بنقارنه بالناون الأولاني ده. A mouse is smaller than an elephant. الماوس is smaller than an elephant أو الماوس أو الفار أصغر من الفيل. بيقول لنا تاني حاجة ممكن نكونها عن طريق إن الناون يبقى في أول الجملة وبعدين الفيرب
وبعدين more دي طبعا اللونج adjectives او الصفات الطويلة plus الadjective plus than، وفي الاخر طبعا الناون التاني اللي احنا بنقارنه بالناون الاولاني ده، زي مثلا horses are more beautiful than camels. horses are more beautiful than camels. الحصنة اكتر جمال من الجمال. عندنا هنا exercise سريع كده وصغير. read and complete the sentence with correct form. اقرأ واكمل الجملة بالصيغة الصحيحة. a rabbit وبعدين نقط وبعدين small than dog. عايز اخلي small دي comparative adjective او صيغة مقارنة، هقول ايه؟ شاطرين smaller than a dog. A rabbit is smaller than a dog. الرابت الأرنب أصغر من الكلب. My sister is not tall. طبعا دي الأدجكتيف اللي عايزين نخليها comparative than me. My sister is إيه بقى؟ هنحط هنا إيه؟ شاطرين taller than me. taller than me أطول مني. طب آخر مثال بيقول لنا my grandpa أو جدي is نقط old، بين قوسين دي ال adjective اللي عايزين نخليها comparative than my father. يبقى my grandpa is إيه بقى يا أصحابي؟ شاطرين طبعا is older than my father أو هو أكبر في السن من أبويا. بكده نكون خدنا درس النهاردة، واتمنى ان انتوا تحفظوا الجزء بتاع الجرامر ده لان هو مهم جدا جدا جدا، وزي ما وعدتكم ان شاء الله هنحل على يونت 2 كويز كامل بعد ما نخلصها خالص. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.